مرحبا بكم متتبعي قناة مواطن. كتوصلنا 40 يوم على شهر رمضان. في هذه الفترة من كل سنة دائما كنسمعوا في الأوساط الشعبية المغربية بالخصوص ديك المقولة: دخلت 40 يوم د رمضان حبس الشراب. شي حاجة غريبة، لذلك خصنا نسولوا الشارع العام شكون مع وشكون ضد هذه المقولة. هادشي اللي غنعرفوه اليوم في ميكرو مواطن، يلا نشوفوا جميع. منافقين، أنا بعدا كيجوني هذوك الناس منافقين، أنا يجبدوا لي شي حديث لعيبة شي آية قرآنية قالوا فيها 40 يوم خصك تشرب، انا معاه. لا ديما هو الشراب ديما خصو يبقى مقطوع، فهمتي؟ يبقى مقطوع ولا ديما يبقى ديما في رمضان ويبقى يبقى مره ولا يبقى ولا حيدوه بمره. الشراب حرام، اول خصهم يكونش كبلد مسلم كمسلمين نتعاطوا الخمر، الخمر من المحرمات. اما هذيك البدعه ولا ديك المقوله اللي كتقال غير باش يرخفوا على نفوسهم بهذه الطريقه 40 يوم، ما اصلا بتاتا الشراب حرام. ما خصوش يكون في ثلاث الايام، لانه هو حرم الله، فهمتي؟ وكيسبب بزاف ديال الكوارث وبزاف ديال الحوايج خايبين، فهمتي؟ من الاحسن يتحيد في مره، ولكن عمرهم عمر هذا سميته يكون عمرهم يحيدوه. هذاك الشيء كيتسمى بحال قلتي تنافق، كينافقوا على رؤوسهم، كيحبسوا رمضان، كيحبسوا الشرف في رمضان ومن بعد كيرجعوا. هذاك الشيء كيتسمى التنافق. انا من رايي ديالي الشرف خصو يكون مقطوع طيلة العام، لحقاش ديننا تيحتم علينا اننا من شراب حرام، هادشي اللي كنعرفو. وبالنسبه للناس اللي كيقطعوا من 40 يوم الله يعفو. هادي مقوله معناش نقول لك خطيره على الدين. بعد هادي الانسان اللي كيبقى حتى رمضان دار الشراب، هادشي عندنا حرام، الشراب بان حرام، ما فيه لا انتظر ولا خلي انتظار يفوت وداكشي. ولهذا شكون اللي كيقول داك الكلمه؟ ما هما داك الناس ديال السوء اللي كيقولوا هاد الكلمات، هذا باقي رمضان كذا وهادي وهادي وهادي. الانسان فين ما كيلوح راسو كيلقاه. زعما حيت رمضان خصك تستعد ليه، حيت 40 يوم تيبقى الشراب كارش وهادي مع شعبان ومع سميتو، تيبقى داك الخمر تيبقى لك في البطن ديالك. هو خصو من الله يهديه، هادشي اللي كنقولوا. هو الشراب حرام لانه ما خصوش يشربوا ديما، ولكن منين يستعد بحال دابا بنادم البيران بعدا خصهم يتسدوا من ابتداء من شعبان صافي خصو تسدو.